وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسماء مردول أسلو نوروي حجريها يوروب يا أمريكا حسب قوضاني وارد السلام يا وقد عدي روكا من دقو بدين سياسة يجمعها وان إيرين وقسي أماثي سبب تكلفتين وحويا هذا الكيمة حوينها جمهورية سومالي لان مدن ميح كي مدن موسى بيح عبد الحديد كي من مانتا او شاقي ادبان السلام يا مدحوينها يددك الهير سومالي لان ان هذا الكاس سبب تانو قحض ليا وحويا وهذا الحساسية وعوباهن اللي قحض له وحلقا يلاحظه ان وحويا نوحن ليها مدحوينها هذا الكاس كي من لما قيبوت بوحا قيب وحا يهيد انو يهي مشرح اد ياد بانو قمها تعلن يا مدحوينها انو دادك شكيك كساري انو بريغي انو حسبك كل مية مشرحية انو شاقي ارنتاسو حسبك كل مية نحديسة كل مية مرور بوا كل مية وينو نقانا وحو كل مية تدان اسكو عركتيا حين تدان وحوي سحكو دس عمبو كل مية يا حقيقي وضاني نمو مو انت المصبيح وقدوميا كان نقضي مدحوينا ونقضي وليبا مركب ورا وحا حسب جينو قربا وين وحا حسب ونين مركب كي نكي لما هو قامين ايه هو قامياها احمد محمد محمود سيلايو الى هاي هن شرفيه ان لكن انتو موسى لو ريقي حسب جاسي وين اغني انت ونقض اسيدا ونقضي رقا قربيه سي رقا دي تلدي سوكا قضا وين اغني وأنا أقول لك أن بوني حنف نجيبو بردوتين جريس كتجين بكيبور أو سعيد سلبويرو تولي 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 لكن إنه مصبيحي وكبر إنه وينو ما تعلن لنا هذه أدبر مدحون وما تعلن مشرح تاعي إن هذا الله كلام دوري مدحونا كيمت وهذا الله عن لا هي إن مدحونا لا ياب ملها وحلي نبر يوم نبر يوقت النفط كمان نحضر هذا القلو عن إنه كيم هذا أبتي ما هو قريب دتك كواح إن مرك هذا الخاق قدم به هذا المسؤول ما هذا المدحونا معها إنا تلاحظو إن إنا تلاحظو دور الشرع لابد يكون يتصدر يتمنى كيف الله مقنع إن إنا تلاحظو ولا بد أن كبد يو أن كبدنا إياه مدنا هذا المدحوين إيه هذا المسؤول مدنا ما معها إيه لتقوى أن اللي رنشري إيه محوها نين إن حلو رنشري إيه قفك دي كوع العلية وحي إيه عاني وحي وقبرتين كوع العلية مركب وحي لقى قبرتين مدحوين هذا الله راسي إن تهلي سورة إلهي باوك إله الرحمن كابا أوك إن تي هرولا أضع كشك سنة لا تهشي أديك أيا كشك سنة لا تهشي إلا إمك أضع كشك سنة ونسوق من مدحوينا نسو هيسن لكن تتكو دم مدحوين يكو قبينو حتى لدي محل يقوم معارضي ولدي تتكن يقوم معارضي يعني المدحوينا يكو ما يقرحين تتاوات كو قلدنت ومعارض نمن لو نين ان معارض سو هين ما دحين سياد كو هيبا نمن معارض سو هين ما دحين marka aday meel ka dhac madaxweyne kugu tahay in aad tiraahdo maxaa laygu mucaaraday anigu madaxweyne nime waa lagu muhaafida waa lagu muhaafidayay oo dadka ilaa imkada dad baa ku raacsan oo ku muhaafida guri walba jooga gobol walba jooga degmo walba jooga sidaas oo kale ayaanad xaq أي كوكوتها إن لكوكو معارضة قيلة دي باتيمت إيو وحي بعي أدا كمسولها هوري لها يدا مدحوين كمسولها كلا قيب سنانتو ومدى كل عضي ومدى وينا يسعيدو أدا كمسولها إلا هاي قوك أتكال الله راع ماي وهي قطبطة تشيد سوى الدنيا دو ناشنالي سمي كسي ميت مدحويني قطبط بعد سراع عددتك او تشيد سو او كولي بقيستا دا إددتك قار قرن دولسك خشيكا dadka qaar huunta ku sheega in ayay ahayd inaad ku tiro war dadka ana wada madaxweyna ana masuul ah ayga kala didinina jooga inaad ku tiro inaad iyaga xidhxidhaabay ahayd halka iyaga uga sameeyay saxafladaha iyo in qalin jabinta
إن عيدي ماركس أرضينا وسيج شهادوين كمركي ده قاطن شهادوين كدكسية ده ما شام عده هذا ما مدح في الواحد بحسه شهادوين عيدا بحسه يقودك كلفوجية أيد وينيسه إن ثنا هذا كمسونه أفكار قارين تاسو قرخ صباح ده مدح ويني واحد طيابتي نكيري إن بريقة يدسك جيل دقري وحودو واسك بابا واحد هاي نكيري إن إنتي نيجولي ستان مدح وينا وها إنتي كلا واحد قوانين إنتو دقول بيشي أف مدح وينا ما يحين أف كلا قيمنات بمدح وينا حيد إن مدح ويني إن مدح وينا هذا حيد إن إما كريلا نوفمبر مدح وينا هذا حانسة إن لقوا معارضنا حق بعض اللي دوا كعلوا لنا يا رنتها إن وحويانين وحويان إنتها كوها لينا waxaan nu isku deynaa inuu si sharaf leh kum aradno oo adoo dadku dadka soo toosiyay sida nimanka kale mooyaani adoo waxa jacayshay dadku inay kala qayb sanadaan waxa jacayshay madaxweyne inay inad xabaala qaarna tagta qaarna aan tagin adiga dadka kala qaybiya adiga dadka iska hor keenay taladaadii way waxna ku dhaceen taladaadii ay ku dhaceen sidiina xigaal maad ururin dadka dadka maad ururin السيدين حقال كي سومالا انت بس مي يا بي سومالا فاضر في سومالا يكي حريات وقيدة سكينة نقو قاحورا وبنانك تشوبنا إن السوق اللي سيدو دي تسكن ما تحبين كي دقالها فتي اي دي بيولي ركاري اتشاني دي كتوري سي سيدي سينا ما دوران تتكو خرقا او استجيه ما دوران او ما دولين دقاله قاچا دتكي كدش تقالات كدش iskoor keen baad ku dishay madaxweyne maantana waxa leedahay lagu ma qaraxsanayn doorashada aan ku helay waan lagu qaraxsanay laakiin waa lagu muxaaraday waan lagu muxaafaday maantana doorasho cadaalad ah hadda hesho anigu heli u maleyn maayo inda baxayo wala yaqaana waa morally dadan ahaan baare u fiicnay dadkeena u soo noqoto hadda tala haysan musharax maad noqoteen hadda tala hayso in haashi xisbiga kama dirdiin hata taray saadaan xisbiga kama dirdiin xaqi garba haa kulmiyo siray markabkii dhamaa ku dhiibay inta nin walba meel ku dishay saciid sulubiyeena ka hayn ismaada ka fariisiin adan doonin inaad madaxweyne si ahaato adigaan doonin inaad magax ka tagto madaxweyne een labadii kun iyo 22 hadaan doorasho qaban lahayd maanta rajadaadu intay taway ka sareyn leed maanta dadku way ka soo taageen waxaan si ka codsanaya anigu dadka ku aqaana afti ah fartaada garanaya marka laga helo marka laga helo waa laga helayaa marka laga helo beertaada afti iska fariiso halka sharaf ku lahow 90 jir ama 88 jir dib mucaaradnimo u bilaaba oo dib u sii shiro dababkaad sidii jirtay ha noqon dadka waxa loogu sheegayaa dadweynaha waa ka raysanaysan muuse abdullahi wuxuu dhisayaa dawlad la wada leeyahay waa laga baxayaa waxan qaaqdo waa laga baxayaa qeylada waa laga baxayaa inta waxaynu haynaa aradna waa dambaaleen uskagna waa duqnimo uskaga waynu iska mayreyna uskaga waa la iska mayreya dawlad xaq baa la dhisayaa cid walba gaadha dadkan qabiil qabiilkaysa organis kareeyo qabiil waliba difaac ku jiro hadii dawlad waxay wada leeyahay inuu wanaagsan loo helo waxaan u dhabtay bay u fariisanaya madaxweyne caaqilada iyo suldaamada adiga u sameeyay positionka ay ku haystaan talada dalka waa siyaasiyiinta ba fashilisay siyaasadda fashilisay dabeed iyagu waa institutionka labaad ee dadku haystaan kuwiid keenay in doorasho aad qabato adigu inaad keentaabay inaad doorasho qabato adigu inay afka ka timaadabay doorasho xaqi oo qabato xilligi loogu talagalay markaa diiday buu institutionkaasi meesha soo galay institutionka dhaqankuna ilaa intay siyaasiyiintu failureka inay fashilan yihiin uu ku jiray laakiin waxaan garanayaa Cabdiraxmaan Cirro inuu arintaa wax ka qabto aynu rajaynayna marka madaxweyne waan ku salaamayaa waxa weeyaan in wanaag baan kugu sii aanba bixinayna in tagayaa tahay iska daa madaxweyne nabarrada wax kale ma ka qodin si fiican u ololeeyo dadka ka eego dadkuna waxay wax kugu siinayaan inta dabadi wax kugu siimaayaan waxaad imi ka sheegaysaa oo niyu yah waxay wax kugu siinayaan bare wixii aad qabatay toddobadii sanadood ama aad xumaysay bay dadku kugu charge gareynayaan ay kugu charge man gareynayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.